سلامي بنات، كمان معكم يا جماعة فيديو جديد. يوم هسه الكل بعرف عن ميان كرافت، بس المشكلة هاي تهدت ما لقيت العالم. فحس انا وابو دكس دي رح نعمل سلسلة جديدة اسمها يوتيوبر كرافت. خلينا نبدأ البداية السعيدة. اول اشي نحتاج نكسر خشب، اكيد انا رح اجيب 6 خشب. ما عم نعرف احنا انا وابو دكس دي نحطني على هاي، شو اسمها تطلع على هاي. خلص باخذ نكسر خشب. فانا وابو دكس دي عندنا طريقة نجمع 6 وود، بعديها نعمل بكاكس، نعمل ستيك، نجمع اسلحة ستون، ندور على كيف ونرجع لكم. ندور على كيف نجيب اشياء ايرون. لا اول ما نلاقي كيف نرجع لكم. ما نلاقي كيف. في زومبي، صار زومبي. اوف انا جمعت 5 وود. 5 وود بكفي؟ انا 5 كمان. بس احنا عملنا هيك زي الكمبيوتر عشان احلى. احسن. انا حعمل كرافتنج تيبل، انت ما تعمل. انا عملتها خلص. انا عملت. خلص عادي. رح اعمل ستيكس. بالغلط عملته. عملته؟ يعني كنت رح اعمل. يعني اخذتها؟ لا. كسر الكرافتنج تيبل بتاعتك. رح اجمع ستون. اجمع ليش شديتها؟ نعمل اسلحة ستون. بعدين على طول نقطع اول ما نعمل اسلحة ستون. فهي انا وابو دكس عملنا اسلحة ستون، فرح ندور على كيف نرجع لكم. كيف نرجع؟ فهي صديقنا ابو دكس دي لقى لنا كيف محترم كثير، فخلينا ندخله. يلا. عندي اربع عملت 20 تورتش. رح اعطيك 10. في سكلتن ثاني. كم ضايل لهذا؟ وينك يا زلمه؟ في سكلتن. هيني انت بانو كيف؟ وش هذا؟ طلع وراك. في سكلتن ثاني. هاي بهذا كيف؟ عندي بو؟ لا ما اعطاني بو، حرام. انا عندي تورتل، عندي 10 تورتل. عندي 20. حط 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 تورت، خلينا نشوف. وين وين؟ هاي هاي هاي. معني قلب. معني. انا انا مالي تبي توري؟ ما بقدر. شو ما بتقدر؟ ما بفكر. هيو قتلته. اعطاني 2 بونص. يعني انت موقف تصوير؟ لا. شباب هينا وصلنا عند كيف محترم هاي المرة. لقيته ان شاء الله يكون محترم. انا ما شفته. في زومبي. طين تورتش. هاي قلت لك 10. ستوب ستوب. لقينا كيف ان شاء الله يكون محترم. يا رب. اف بدك اكل؟ كثير. اف كل. حط شكله محترم، خذ هاي اكل. هاي وقف. هاي 5. 5 الحمد لله. وانا وقف تصوير. احلى زيد. احلى بودك دي. كشفت اسمك الحقيقي. عادي. اوف انا حاطه. خلينا نضل مع بعض. اسمع جيب كل عشان نعمل تورتشز. طيب انا رح اجي من هون. كول هاي كول. انا بدي، انا معي 5 كول. الله. زومبي. اقتلوه. عندي 1 هارت. اهرب انا بقتلك اياه. اهرب. هاي قتلته. اعطيني اكل ولك. اعطيتك 5. ما اعطيتني. اعطيت 0. تركته هناك. هو جاء معي. اي ان تركته هناك. وين؟ تعال. عندك كابل ستون بكفي عشان نعمل فرنس؟ بس ضايل لي 2. طب هاي 2. انت حط شوي راح اطلع شباب. ولكن كيفات مليانات. طيب معي 2 كول. تينج هاي فرنس. وين الفرنس؟ حطه هون جنبه. هاي
والله شوي بموت. طيب احط لك كاي. انا احط لك اكل. هلا انا اعمل لك واحدة الي وواحدة الي. طيب ولسه عندك كمان اكل. عندي واحد. بعرف. انا اعطيتك اياهم مثلا. ظل كل اكل. اعمل تورتز. هلا خذ الاكل من هنا. استنى. نحمل لك. صار عندي 22 تورت. هلا رح اعطيك. اللي لقيت كيف كثير. كيف اعطيت لك 14. وين؟ اخذتهم. اوه اسف. ارجع لورا. ارجع لورا. هاي. هسا. هاي جبت لك 11. ما ادوني. هاي هاي. رح اخذ من تاعي. اوه والله بحتاجهم. اخذ الحمد لله. ايرون. اوف اوف. كم صار معك؟ ايش؟ كم صار معك ايرون؟ كان معي 2. ايه خليني انا سمسنج للان. معي 17. 17 كتير اوف. يعني كانك تعمل تشست ليت وسيف وبيكاكس. والله كيف محترم. مين لقى؟ انت. ها هاي. اليوم راح نقض. كم خشبايا معك؟ أربعة. ارفع 44. لافا كريبر. لافا ارفع 42. اوف. انا كل ما اشوف لافا بكيف. بس رح دايما ايه ما عنديش سك. اختار شوي. لاحظوا ما لاحظوا. في سكلتن. 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 ما عنديش اكل ابدا. سكلتن. انا اخده. خلينا نطلع فوق شوية ونجمع اكل. فوق 25 على فكرة. اوف. خلينا نطلع فوق جمعنا اكل. على الطريق جمعنا خشب. خلينا احط. في صوت الدرون. ايه؟ الغرقان. انت غرقان؟ لا صوت الغرقان. اه. مع 35. بعمل كل اشي. صح؟ كانت تعمل ست كاملة. بيكاكس وسيف. انا معي سيف. لسه اكس. او اكس. وشافل. شافل. واو كل اشي. انا بنزل لتحت. حتى نعمل تورتشز. ايه في ايش بضربني؟ شباب رجعنا لكم. طلعنا نجمع اكل في طريقنا. جمعنا خشب عشان نعمل تورتشز. لافا. ما في هون شغل. وقعت. وين؟ يعني نضل نكسر لقدام. طيب لاست مود. انا تعلمت من لاست مود صراحة. بس لسه لما ننزل عند ارتفاع كم؟ 11. طب ايرون. احسن 10 احسن. بس 11 احسن اشي للدايموند. تقطع. انا تقطع ونلاقي كيف. باب لقينا الكيف. اول كيف لقيته انا. كمان حطه في الكومنت. طيب. بعد الكيف الثاني. كمان حطه في الكومنتس ايش رح يكون اشي النهائي ليوتيوبر كرافت. يعني لما نقتل اندر دراجون ولا لما نقتل ويزر او لما نجمع ستاك دايموند. اكتبوا في الكومنتس ايش الاشي النهائي. رح تكون 100 حلقة. شباب من الاين جمعناه بالكيف الماضي. عملت فول ست ايرون. انا ضل معي 10 ايرون. انا ضل معي 5. 15. انا نضل معي 5. راح اكب هدول اغراض. وين راح اكبهم؟ راح اكبهم هنا. لا برجع. طيب يلا. طبعا انا هسا قربت من الدايموند ارتفاع 47. انا ارتفاعي ناقص 101. 101. 45. انا غبي. انا راح اعمل زي هيك هاي الحركة. كم ارتفاعك؟ زي كده. كم ارتفاعك؟ كيف تاني؟ كيف تاني؟ كيف تاني شباب؟ كم ارتفاعك يا زلمة؟ ارتفاعي 33. طيب.
انا اعلى منك يعني انه اعلى منك هيك انا فوقي موب سبونر سبونر وينك 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 شباب راح اعمل تبيع عنده اقطع اقطع هسه فش باب في الموب سبونر هيا فش باب لقينا موب سبونر لقينا فيها اثنين جولدن ابل هاي اجتني واحدة جولدن ابل هو اله واحدة لازم بالاثنين اله ليه لا مش انا لقيتها بس يعني انا عملت له تي بي عملت تي بس حد بنسامحه احمد وقف شوي طب خلينا نعمل كيف خلينا نلاقي الشيء اروح انزل من المكان كنت عنده انا اعمل زي ما لاست وان تعلمنا 4 ب 4 اندرمان احلف والله يما بقدر انقلع قلع يا سكلتن والله لا تشوف والله لا تشوف هم قلنا مثل الاندرمان الاجا على الاقل هي بقدر اعمل بو عندك؟ انت هلقت السبايدر ايه سكلتون لا 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 خطب لك كتان اول فكرة في كيف؟ الحنزل تحت طبعا انا ارتفاع 37 وان كمان هيا كنت عندي هيا اجي تساعدك يا صديقي مليون سبايدر عندي 4 سترينج اهرب 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 خيخة لا مش انت اوف واو قمني سبايدر ايه شكو فيه سبونر موب سبايدر سبونر موب سبايدر واو ايش كم كم سترينج عندك 10 اوف من كان يعمل بو 2 بو 3 والله انا عندي 4 عاد بعطيك او بعمل لك من كانك مارا ثلاث سترينج واضاف ايه زومبي والله انبهتك انقض حياتك كم وراك بالضبط اين اندرمان شو مصور كل هذا الاين يما اندرمان عبود اكس دي شو مصور بكل هذا الاين نعمل فيه انفل انفل ايوه انت ما جنبي كلاتون ايوه موب لا 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 موب لا موب بس كم سبايدر في والله في موب سبايدر في مليون سبايدر عندي مليون سبايدر فودعنا لكم شباب لا ما خلصنا ارتفاع 40 اوف تخيل ما في دايموند هيك مشكلة الهيلث تاتي كاملة بس ما بهيل طبعا شباب انا على ارتفاع ارتفاع اوف لسه وين الدايموند وين احنا ايه لا 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 طبعا اندرمان بضل يلحق وراي بس ما بقتل يعني ما بضربني بضل يلحق وراي وراي شكله حامل بو انا شكلي نازل على ارتفاع 11 اوف 11 شكلي نازل هسه شباب قاعد بنزل طله اوف هسه شباب لو انتم بتحضروا او بتتابعوا لاست مودت رح تعرفوا هاي الطريقه ارتفاع لا فور ارتفاع جولد اوف جولد اوه كيف اعمل بو ما بصليني شوي شباب راح اعمل له باور ارجع لكم انت 16 دقيقه صارك بتصور راح يعمل لي بو دينج ترينج دانج دينج 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 هاي دينج بس انا متعود على البلاي ستيشن بالبلاي ستيشن هو بيطلع لك الاشياء وانت بتختار ريدستون هلا 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 احلى ريدستون وين انت انا تحت ارتفاع 11 حملك في ارتفاع 11 صرت 11 لافه طلع طلع لافه هسه شباب لو انتم تابعوا لاست مودد يوتيوبر كتير فنان
ما نعمل فيديو. والله يا طبعا الكرياتيف شباب. كيف تلاقوا دايموندز؟ برد عمر الكرياتيف البلوكة راحت. اوف. سلام شباب. متى عملتي بي وجيت هوني. فسلام انتو تابعوا لاست مودات. بتعرفوا انه هو شباب يارب نلاقي دايموند. مرة اعمل فيديو كيف تلاقي الالماس وهيك الان نحفر تحت. ما في دايموند دي. انا حضاني اعمل هيك لارتفاع 11. انا مش كارتفاع 40. طلع انا احكيك شغلة. هيك. تعرف شغلة. ايه انا في مي نزلتني. ايش؟ مي نزلتني لتحت. حضاني اعمل دقين هيك. فهسه انا بارتفاع 17 16 حتى. جمع ايان. في عندي مليون الف ايان. هسه ممكن عندي ستاك. ما بقى لا مش ستاك لهالدرجة. انا صرت 11. فاني وصلت ارتفاع 11 فراح ابدا اعمل دقين هيك. زيدت من الان الدرج ما راح اخذه. طبعا شباب هيني ان شاء الله الاقي دايموند. طب شباب هيني لقيته. شباب لقى هيني قاعد بعمل مايننج. انا ارتفاع 11 اكيد يعني شدك وانا ارتفاع واحد ان شاء الله الاقي دايموند. وإشي تاني امرالد يا ريت. بس لو لقينا كتير جولد وجمعنا كاروت يعني لو لقينا بيت قرويين او فيليج ولقينا كتير جولد ممكن ناخد الكاروت من الفيليج ونعمل جولدين كاروت. اليوم راح ينزل الجزء الثاني ورا هاي الحلقة عطول. انا مش عطول ممكن بكرة بنزلها. عطول. طيب عطول. احنا نعمل كرافتنج هيك. بدنا دايموند يا حبيبي. نقد بدنا دايموند. اشياء. فخلصت فيديو احنا اليوم. كان معاكم عن بودكس دي وعليا جيمر او العكس. فان شاء الله الجزء الثاني راح ينزل هسه. بس شوي نلعب كم من ثانية ونلعب.